السلام عليكم. النهارده إن شاء الله هنكمل مجموعة محاضرات الميديكال بايوكيمستري دكتور سعيد عرابي أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية طب الأصل. النهارده بنكمل الجزء الثاني من البلاد جلوكوز اللي بيتبع الموديول بتاع الإندوكراين. خلصنا قبل كده في المحاضرة الأولانية بلازما جلوكوز ليفلز، سورسز اوف بلاد جلوكوز، ريجوليشن اوف بلاد جلوكوز، وهايبر هايبو جلايسيميا. النهارده المحاضره دي هتبقى على الهايبر جلايسيميا وخاصه الدايابيتس ميليتس. هايبر جلايسيميا عشان اعرفها هي تي ذا رايز اوف بلاد جلوكوز اباف نورمال افريج ليفل. زيادة البلاد جلوكوز عن المعدل الطبيعي اللي احنا هنعرفه كمان شوية واللي احنا قلناه في المحاضرة الأولانية وهنقوله تاني النهاردة. يبقى إذا هايبر جلايسيميا تي ذا رايز أوف بلاد جلوكوز أبوف نورمال أفريج ليفل. أسباب الهايبر جلايسيميا كوزز أوف هايبر جلايسيميا عندي قصادي خمس أسباب أهمهم اللي هو الدايابيتس ميليتس. يبقى لما أقول في أسباب الهايبر جلايسيميا أنا كطبيب لازم اعرف دايابيتس ميليتس دايابيتس ميليتس دايابيتس ميليتس، ثم اقول بقى والله انترافينوس فلويدز كونتيننج جلوكوز او تمبرالي ان سيفير ستريس افتر سيريبرو فاسكولار اكسيدنتس ديستربنسز ان هايبر جلايسيميك هرمونز. يبقى في عندي خمس اسباب قلت اهمهم الدايابيتس ميليتس، عشان كده كلامنا كله هينصب على الدايابيتس في دي. اول حاجه هايبر جلايسيميا قلنا دايابيتس ميليتس. قبل ما نتكلم عن دايابيتس ميليتس، كلمة دايابيتس يعني ايه؟ كلمة دايابيتس لأن في حاجة اسمها أمراض تانية اسمها دايابيتس انسيبيدس ودايابيتس انيسنس. كلمة دايابيتس لوحدها means increase urine volume. يبقى دايابيتس لوحدها دايابيتس means increase urine volume. إنما دايابيتس ميليتس ده ليه تعريف تاني. عشان نعرف الدايابيتس ميليتس بقى نقول أو قبل ما نعرفه افكركم بالاكشن اوف انسولين. الاكشن اوف انسولين لان الدايابيتس ده هو مرض الانسولين، مرض نقص الانسولين. يبقى كل ما هو يقوم به الانسولين مش هيتم في الدايابيتس ميليتس. يبقى تذكر وقلنا قبل كده ان في حاجات بيعملها الانسولين وفي حاجات بيعمل لها انهبيشن الانسولين بيعملها. الحاجات اللي بالاخضر اللي على ايدنا اليمين كلها الانسولين بيعملها. الجلوكوز ابتيك باي سيلز، الاكسيديشن الجلايكوليس، جلايكوجينيسيس فورميشن اوف جلايكوجين، ليبيد سينثيسيس، بروتين سينثيسيس، بوتاسيوم ابتيك. والعكس اللي هي الجلوكو اللي هي بالاحمر ما بيعملهاش الانسولين، بيعملها انهبيشن. جلوكونيجينيسيس، جلايكوجينوليس، لايبوليسيس، كيتوجينيسيس، بروتيوليس. يبقى انا اتوقع ايه لما الدايابيتس ميليتس اللي هيحصل فيه نقص في الانسولين؟ هلاقي ان الجزء اليمين ده مش هيحصل اللي هو بالاخضر، يبقى الجلوكوز ابتيك هيقل، الاكسيديشن هيقل، الجلايكوجين فورميشن هيقل، الليبيد سينثيسيس هيقل، البروتين سينثيسيس هيقل، البوتاسيوم ابتيك هيقل. وهيحصل ستيميليشن للجانب الشمال الاحمر اللي هو هيبتدي جلوكونيجينيسيس، جلايكوجينوليسيس، لايبوليسيس، كيتوجينيسيس، بروتيوليس. يبقى دي مربط الفرس في كل الدرس بتاع الدايابيتس ميليتس. طيب ده تذكرة بس الانسو بيعمل ايه وفي نقصه هيحصل العكس على طول. الدايابيتس ميليتس ايه الموضوعات اللي هنناقشها فيه؟ هنناقش definition يعني ايه دايابيتس ميليتس، انواع types، biochemical disturbances، signs and symptoms، biochemical diagnosis ازاي اشخصه، وبعدين الناحية اليمين ديت ايه الامراض التانية اللي فيها كلمة دايابيتس، types of diabetes بعيدة عن الدايابيتس ميليتس، كوما ان دايابيتس، ايه انواع الكوما، ليه بيحصل كوما في الدايابيتس، جلايكوزوريا، جلوكوز في اليورين، والكومبليكيشن دي هنمر عليها او مش هنمر عليها، والكرام. يبقى انا يهمني قوي والمجموعه الاصول دي اهم حاجه فيها ديفينيشن، تايبس، بايوكيميكال ديستربنس، بايوكيميكال دايجنوز. الاربع حاجات دول تاني ديفينيشن، تايبس، بايوكيميكال ديستربنسز، بايوكيميكال دايجنوز. الحاجات التانية بنمر عليها sign and symptoms للمعرفة بس، وهنقولها دلوقتي types of diabetes, coma in diabetes, glycosuria and complication. خلونا نبتدي ونقول
حاجة. أول حاجة نقول نبتدي بتعريف الدايابيتس عشان ما نتوهش ونركز، لأن في تعريف وكلام وبيتحفظ. الدايابيتس من ليه المرض؟ نقص الانسولين، نقص الانسولين. النقص ده يا إما يبقى ابسوليوتلي ما بيطلعش خالص، يا إما بيطلع بنقص، يا إما بيطلع طبيعي بس في ريزيستنس عند السيلز. يبقى بغض النظر بقى عن طبيعة الانسولين نقصه، هو مرض الدايابيتس عبارة عن نقص الانسولين. اللي بيطلع منين؟ اللي بيطلع من البيتا سيلز وايلس اوف لانجرهانس، من البنكرياس. يبقى ما ننساش، متوه بقى في تعريفات كتيرة. بقول تاني ان مرض الدايابيتس ميليتس ده بتاع الانسولين، نقص الانسولين. نقص الانسولين ده ابسوليوت، يعني ما بيطلعش خالص، البيتا سيلز ما بتنتجوش خالص، يا اما ان في نقص بيطلع بس بكميه غير كافيه لحاجه الجسم، يبقى انسفيشنت اماونت، يا اما بيطلع بطريقه طبيعيه بس يجي يشتغل عند السيلز في ريزيستنس للشغل، ودي كل في كل الاحوال ده نقص لي. عشان كده لما نعرف الدايابيتس بنقول it is a state of chronic hyperglycemia. يبقى دي فيها حاله فيها زياده الجلوكوز، usually accompanied باي جلايكوزور، عادة بيبقى فيه جلوكوز في اليوم. It is caused، كوز دي تحتيها 20 خط، it is caused by relative or absolute insulin deficient. يبقى إذا ما تروحش بقى في التعريف الطويل قوي ده، ها؟ إن أنا بقول تاني كرونيك هايبر جلاسيم، في هايبر جلاسيم، جلوكوز عالي في الدم، وعادة بيبقى مصحوب بوجود جلوكوز في اليوم، ماشي جلايكوزور. It is caused by relative or absolute insulin deficiency. Relative يعني ايه؟ يعني نسبيا، يعني قليل او ما بيشتغلش، او absolute ما بيطلعش خالص. يبقى ما ننساش التعريف بتاع الدايابيتس ميليتس. انواع الدايابيتس ميليتس، types of diabetes ميليتس، عندي نوعين، نوع بسميه type 1 ونوع بسميه type 2 زي ما هو باين في الصورة كده. الطيب 1 عادة واحد صغير young، والتاني راجل كبير، وفي فروقات هنقولها دلوقتي. انما اهم فرق بين الاتنين تاني اللي هو مكتوب تحت طيب 1، مفيش انسول، absolute deficiency of insulin، البيتا سيلز ما بتطلعش انسول خالص. انما طيب 2 لا، في انسول بس بكمية قليلة، او في انسولين طبيعي بس في ريزيستنس دي، يبقى ده تايب 2. يبقى تاني الفرق، اهم فرق جوهري بين تايب 1 وتايب 2، ان تايب 1 نو انسولين، ابسوليوت ديفيشنسي اوف انسولين، بيتا سيلز ما بتطلعش انسولين. تايب 2 لا، في انسولين بس بيبقى قليل. نقول الفروقات الثانيه بقى. التايب 1 بيبقى ليس جينيتك باك جراوند، العوامل الوراثيه فيه اقل من تايب 2. طيب 1 قلنا عادة بيحصل young age، تلاقي عند طفل عنده 10 15 سنة أو أقل، حتى أو أقل أو 5 سنين، أو ده اسمه طيب 1 young. إنما old تاني old، عادة old بيحصل بعد 35 سنة. لو شفنا نسبة الطيب 1 وطيب 2 هنلاقي 80% من الناس عندهم diabetes طيب 2، 20% تقريبا طيب 1، أو نقول مثلا من 15 ل 20 تايب 1 ومن 80 ل 85 تايب 2. عادة عند اكتشاف السكر عند تايب 1 بيبقى الطفل عادة بيبقى سن رفيع، عند اكتشاف السكر عند تايب 2 بيبقى الشخص اوبيس. نمرة 3، ان تايب 1 ده بما انه ما طلعش انسولين خالص، يبقى طبيعي وضروري ومص ان هو يتعالج بالانسولين، ملوش علاج غير الانسولين. انما الشخص الثاني يا اما ياخد انسولين، يا اما ممكن اديله حاجات دواء يشجع البنكرياس ان هو يطلع الانسولين، لانه عنده انسولين ديفيشنسي. البنكرياس ممكن يطلع انسولين بس بكميات قليله او مش قادر يطلع الانسولين، فبديله علاج حاجه اسمها اورال هايبوجلايسيميك. اورال هايبوجلايسيميك، اورال هايبوجلايسيميك دي بتشتغل على البيتا سيلز عشان تطلع الانسولين اللي هو فيه. يبقى واحد ما يتعالجش الا بانسولين بس، ما ينفعلوش اي حاجه غير الانسولين. انما الثاني ممكن انسولين او اورال هايبوجلايسيم. هنشوف كيتوزيس. الكيتوزيس دي عشان الليبز بتتحرق كتير، فبتطلع حاجه اسمها كيتون بودز. لما تزيد ممكن تعمل لي كيتوزيس. كيتوزيس دي حاله من ميتابوليك اسيدوزيس،
دي كومن في التايب 1 انما ليس كومن او انكومن في التايب 2. يبقى دي الفروقات ما بين الدايبسنس. يبقى الاثنين عندهم دايبس، الاثنين عندهم ديفيشنسي في الانسولين، يا اما ابسوليوت في تايب 1 يا اما ريليتيف او قليل في التايب 2. والفروقات قلت لكم عليها، واهم فرق اللي انا قلت لكم عليه مكتوب تحت تايب 1 تايب 2، واحد ما بيطلعش انسولين خالص والتاني بيطلع نسبه قليله من الانسولين. وبعدين بعد كده الفروقات اللي هي اللي انا قلت لكم. بعد كده البايوكيميكال ديستربنسز اوف دايبيتس ميليتس، وده مهم قوي. يعني انا بقول دايبيتس ميليتس ده درس او فهمه اللي هيضل معاكم بعد كده هو درس اللي هو بتاع البايوكيمستري. البايوكيميكال ديستربنسز اوف دايبيتس ميليتس ده بيشمل، لو احنا بصينا فوق في السطر الاولاني، يبتدي نقص الانسولين. نقص الانسولين ده هيأثر او يؤثر على البروتينز فوق، بروتينز كربوهيدرات مينرالز اند ليبيدز. تاني، نقص الانسولين ده اللي هي الاكشن بتاع الانسولين اللي احنا قلناه في اول حاجه في محاضره النهارده، اللي هو قلنا بيعمل الانسولين بيعمل كذا وكذا وكذا، يبقى لما ما يبقاش موجود يبقى الحاجات اللي احنا قلناها عليها دي مش هتحصل، هيحصل عكسها. نفس الحكايه هنا، يبقى ناقص الانسولين هيؤثر على البروتين والكربوهيدرات والمينرالز والليبيدز. اول حاجه في الكربوهيدرات، اول حاجه في الكربوهيدرات ان احنا بنقول نمره واحد هيقلل الجلوكوز ابتيك باي تيشوز، هيقلل الجلوكوز ابتيك باي تيشوز، دي نمره واحد. نمره اتنين هيقلل الاكسديشن. طيب نمره تلاته هيزود الجلايكوجين ولايسيس، تكسير الجلايكوجين في الليبر، ويزود الجلوكونيوجينيسيس، تحويل النون كربوهيدرات الى كربوهيدرات. انا دلوقتي تاني عشان اللي بيركز معايا، انا في المنطقه بتاعت الكربوهيدرات. كربوهيدرات بقول انسولين ما بيبقاش موجود هيؤثر على الكربوهيدرات ويعمل عكس اللي هو الطبيعي، اللي هو يزود الجلايكوجينوس، يكسر الجلايكوجين الى جلوكوز، ويزود الجلوكونيوجينيسيس، يحول النون كربوهيدرات الى كربوهيدرات، ويقلل الجلوكوز ابتيك. هتكون النتيجه بتاعت الحاجات دي، التلات حاجات دول ايه؟ هتكون النتيجه ان يحصل الجلوكوز يفضل في الدم ويحصل لي هايبر جلايسيميا، اللي هي بالاحمر دي هايبر جلايسيميا، زياده الجلوكوز في الدم. وفي نفس الوقت الجلوكوز ابتيك بالسيلز مش موجوده، فهيحصل ديكريز انترا سيلولار جلوكوز. احنا بيجي لنا احساس بالجوع لما الجلوكوز يقل عندنا في الخلايا، فلما يقل الانترا سيلولار جلوكوز هيحصل حاجه اسمها بولي فاج. بولي فاج، يبقى اذا تاني، يبقى انا دلوقتي يبقى تاني هتكلم على الاتي. واحد، الكربوهيدرات احنا بنتكلم دلوقتي هنا اهوت في مرحلة الكربوهيدرات، ادي الكربوهيدرات نتيجة نقص الانسولين، يبقى نمرة واحد هيحصل انكريز في الجلوكونوجينيس وانكريز في الجلايكوجينوليسيس وديكريز في الجلوكوز ابتيك، ادي ثلاث حاجات اهو. طب بعدين نتيجة الثلاث حاجات دول الجلوكوز هيفضل بره الخلايا وفي الدم، فبره الخلايا دي هيؤدي الى ديكريز الانترا سيلولار جلوكوز، هيؤدي الى احساس بالجوع اللي انا بسميه البولي فاج. وفي نفس الوقت الثلاث حاجات دول، تكوين الجلوكوز من نون كربوهيدرات سورس وتكسير الجلايكوجين الى جلوكوز، هيؤدي الى بقاء الجلوكوز في الدم وهيؤدي لي الى هايبر جلاسيميا. يعني ايه هايبر جلاسيميا؟ في انبوبه فيها دم اهو. يعني لو خدت عينه من المريض وشفت الجلوكوز فيها هلاقي الجلوكوز اعلى من الطبيعي، دي بسميها هايبر جلايسيميا. طيب وبعدين بعد كده نتيجه الهايبر جلايسيميا دهيت هيحصل حاجتين، هيزيد البلازما اوزمولاريتي بتاعت البلازما، اوزمولاريتي بتاعت البلازما هتزيد، هتنتج عنها دي هيدريشن. الدي هيدريشن جوه السيلز زي ما احنا قلنا قبل كده ان نقص الاكل داخل الخليه يديني احساس بجوع، نقص الميه داخل الخليه ديهايدريشن،
نقص المياه الداخليه هيؤدي الى احساس بالعطش بولي ديبسي. بولي ديبسي يبقى دي تاني حاجه المريض بيحس بيها، ياكل كتير يبقى جعان، ويشرب كتير كل شويه يشرب زياده عن الطبيعي. طيب يبقى دي اول حاجه اللي هي من مظاهر الديهايدريشن. تاني حاجه هيحصل signs and symptoms of dehydration. يبقى الواحد بيخرج من البرين ناشفه، بقه ناشف، عايز يشرب وهكذا. نمره ثلاثه، لو الديهايدريشن ده وصل لخلايا البرين ده ممكن يعمل لي مشكله، ولو عالي الديهايدريشن والاسمولاتس عاليه يديني ممكن يؤدي الى كوما، والكوما ده هي هيبقى اسمها هايبر جلايسيميك هايبر اوزمولال كوما. هايبر جلايسيميك هايبر اوزمولال كوما. يبقى اذا انا لسه ما خلصتش الكربوهيدرات، انما هبتدي تاني بقول ناقص الانسولين هيأثر على الكربوهيدرات، يزود الجلوكونيجينيسيس، يزود الجلايكوجينيسيس، يقلل الجلوكوز ابتيك. هتكون النتيجه ان الجلوكوز مش هيخش جوه الخلايا، الواحد يحس بالجوع بودي فج. الجلوكوز مش قادر يخش جوه الخلايا، هايبر جلايسيميا. الهايبر جلايسيميا دي هتزود البلازما اوزمولاريتي، دي هيدريشن، ما فيش ميه جوه الخلايا، الواحد يحس بالعطش، يشرب بوليديبسيا، او يظهر الساينز اند سيمس اوف دي هيدريشن، ويظهر لو حصل دي هيدريشن برين سيلز يؤدي الى كوما، هايبر جلايسيميك هايبر اسمولر كوما. طيب نرجع تاني للهايبر جلايسيميا. الهايبر جلايسيميا ده هي لو زاد الجلوكوز عن الرينا تريشولد هيؤدي الى جلايكوزوريا، وجود الجلوكوز في اليورين، وبالتالي هيعمل حاجه اسمها اوزموتيك دايوريسيس، يبتدي يزلزل الميه ويشد معاها لوس اوف ووتر بوليوري. يبقى دي تاني حاجه. يبقى اذا نتيجه الهايبر جلايسيميا هيؤدي الى لو عدى البلاد جلوكوز عن 180 يبقى هينزل الجلوكوز في اليورين، ادي جلايكوزوريا، ويعمل جلايكوزوريا دي الجلوكوز في اليورين يعمل اوزموتيك دايوريسيس، يحصل لوس اوف ووتر زيادة عن اللزوم، الواحد يخش الحمام كتير، ووتر، شايفين الست دي عايزة تخش حمام اهي، بوليوري. نمرة اتنين هيحصل لوس اوف ووتر سولوبل فيتامينز، عشان كده مريض السكر بيبقى عنده لوس ووتر فيتامينز وآثار الفيتامين بي 1 وبي 2 وهكذا. ولوس اوف مينرالز، ولوس اوف مينرالز برضه هيتم في نتيجة البوليوري. يبقى دي كلها آثار. اللي موجود بالاخضر قصادنا هو ما يحسه او ما يحدث للعيان، كلينيكال بيكتشر، ياكل كتير، يشرب كتير، ياكل كتير بوليفاجيا، يشرب كتير بوليديبسيا، يخش الحمام كتير بوليوم. اللي بالبامبا ده دي الحاجات المعمليه اللي احنا هنعملها. يعني لو بعت العيان المعمل هلاقي عنده هايبر جلايسيميا، جلوكوز عالي في الدم، هلاقي عنده كيز بلازما اوزمولاريتي، هلاقي عنده جلوكوز في اليوم. يبقى دي الحاجات اللي انا المتعلقه بالكربوهيدرات اللي هي هيلاقيها العيان. طيب ده فيما يتعلق بالكربوهيدرات. طب فيما يتعلق بالليبيدز، الليبيدز هنلاقي ان الليبز والمينرالز، الانسولين لانه ناقص، الانسولين بيساعد على البوتاسيوم ابتيك. يبقى اذا لما الانسولين يقل يبقى هيقل البوتاسيوم ابتيك، هيقل البوتاسيوم ابتيك، وده سبب من اسباب زياده البوتاسيوم في الدم اللي هو بلازما اللي هو هايبركاليميا. يبقى لما نقول الهايبركاليميا ايه اسبابها في الدايابيتس، نتيجه نقص الانسولين اللي بيساعد على البوتاسيوم ابتيك. قلل الانسولين يبقى هيقل البوتاسيوم ابتيك ويزيد البوتاسيوم في الدم. بس كده؟ لا، ده احنا هنشوف دلوقتي ان في بيحصل في الليبز كيتوزيس، انكيز الكيتون بوديز، والكيتوزيس ده هي نفسها الاسيدوز ده هي ممكن تؤدي الى الهايبركاليميا زي ما خدنا في درس الاسيد بيز ريجوليشن. يبقى اذا انا عندي هايبركاليميا، الهايبركاليميا دي لها سببين. سبب مباشر اللي هو نقص الانسولين هيقلل البوتاسيوم ابتيك يعمل هايبركاليميا، ونقص، وسبب غير مباشر نتيجه الكيتوزيس اللي بتحصل في الليبز، الكيتوزيس دهيت او الاسيدوز ميتابوليك اسيدوز دهيت تؤدي الى هايبركاليميا. طيب لو مسكنا الليبز من الاول، نتيجه الليبز بنقول الانسولين
مش موجود، يبقى هيكسر ليبيد لايبوليسيس. نتيجة اللايبوليسيس ده هيؤدي إلى loss of weight، يبقى المريض يحس إن هو ممكن يخس، أو حتى عند اكتشافه مرض السكر ممكن يخس 10 15 كيلو في مدة شهر أو شهرين. يبقى ليه loss of weight؟ لأن بيكسر الدهن اللي تحت جلده subcutaneous fat، ده بيبتدي يكسر نتيجة excessive lipolysis، وبالتالي يحصل loss of weight، وده برضه من الأسباب أو من الساينز والسيمبتوم بتاعت مريض السكر. زائد طبعا نتيجة lipolysis هيحصل زيادة في الليبيدز في الدم، ودي هايبر لايبيديميا، ودي بقى هنشوفها من ضمن اللي هي. يبقى إذا الليبيدز أول حاجة في الليبيدز اللي هي lipolysis تزيد. نتيجة lipolysis هيحصل حاجتين، أول حاجة اللي هي loss of weight، تاني حاجة زيادة الليبيدز في الدم اللي هي هايبر لايبيديميا. نتيجة lipolysis هيبتدي يحصل اكسيديشن للفاتي اسيد اللي طالع من الليبيدز، هتديني بيتا اوكسيديشن، هتديني حاجة اسمها اسيتايل كو اي. الاسيتايل كو اي ده هيتحول إلى كيتون بوديز، يبتدي يتكون كيتون بوديز زيادة، تؤدي إلى كيتوجينيسيس بطريقة زيادة، اللي هي في الاخر هتؤدي الى حاجه اسمها كيتوزيس. كيتوزيس دي عباره عن ميتابوليك اسيدوزيس نتيجه زياده الكيتونبوز، ولو زادت قوي هتؤدي الى كوما، اللي هي حاجه اسمها كيتوتيك كوما. كيتوتيك كوما، الله، ده احنا قلنا قبل كده نوع من الكوما في السكر. ايوه قلنا هنا اهوت ان في نوع هنا اهو اسمه هايبر جلاسيميك هايبر اوزمولر كوما، بنقول نوع تاني هنا اهوت اللي هو الكيتوتيك كوما. يبقى دول نوعين، نوع تاني، نوع اولاني نتيجة الهايبر اوزمولاريتي، النوع التاني نتيجة زيادة كيتون بوديز، عشان كده بسميها كيتوتيك كوما. وعند العلاج لازم اعرف السبب، لان علاج الكيتوتيك كوما بيختلف عن علاج الهايبر اوزمولار هايبر جلاسيميك هايبر اوزمولار كوما. هتكون النتيجة بتاعت الكيتوزيس ان يزيد البوتاسيوم زي ما قلنا الهايبر كاليمي. هنيجي على اخر حاجة اللي هي البروتينز. البروتين هيتكسر، لان عموما الانسولين بنسميه انابوليك هرمون، انابوليك بناء، لما يقل يبقى كل حاجه هتحصل عكسها اللي هي التكسير. يبقى البروتينز هيحصل نمره واحد بريك داون للتشو بروتين، نمره اتنين المسلز بروتين هتبتدي تتكسر، يحصل مسل ويستنج، الانتي بوديز مش هتتكون، يحصل انفكشنز، عشان كده نلاقي مريض السكر بيحصل له التهابات كتيره ونتيجه نقص الانتي بوديز، ولو جرح حصل جرح لمريض السكر بيلتئم ببطء اللي انا بسميها بور هيلينج اوف وونز. يبقى دي كلها من مظاهر تكسير البروتين. يبقى انكريزد بروتين بريك داون بروتينز هيؤدي الى ماسل ويستنج، انفكشن، وديكريز الانتي بوديز، healing of wounds. وفي نفس الوقت البروتينز احنا عارفين في حاجه اسمها فوسفوبروتينز، يبقى لما تتكسر يبقى الفوسفيت ريليزد، يبقى هنا اهو الفوسفيت ريليز، ولما الفوسفيت ريليز هيحصل هايبر فوسفيتيميا، ودي برضه حاجه معمليه ممكن نشوفها. يبقى اذا انا في الرسمه اللي قصادي دي قلت بايوكيميكال ديستربنسز للكربوهيدرات بروتين ديفيز اند مينرالز، قلت الحاجات اللي بالحمرا دي الحاجات اللي انا ممكن اشوفها في المعمل، اشوف جلوكوز عادي هايبر جلاسيميا، ممكن اشوف هايبر اوزمولاريتي، ممكن اشوف جلوكوز في اليورين جلايكوزوريا، ممكن اشوف هايبر كاليميا زياده البوتاسيوم، ممكن اشوف هايبر لايبيديميا زياده الليبز، ممكن اشوف هايبر فوسفاتيميا. اما الحاجات اللي بالخضراء، الحاجات الخضراء دي اللي هي ساين اند سيمتومز، ممكن بلاقي العيان عنده بوليفاجيا بياكل كتير، عنده بوليديبسيا يشرب كتير، يخش الحمام كتير، يتبول بوليوريا، بيبقى يحصل له loss of weight. انواع الكوما هنا هو نوعين، اول نوع نتيجه الهايبر اوزمولاريتي اللي هي هايبر جلاسيميك هايبر اوزمولار كوما، والنوع الثاني نتيجه زياده كيتون بوديز واسيدوزيس اللي هي كيتوتيك كوما. يبقى كده تالي احنا لخصنا كويس كل اسباب الكوما اللي هي موجودة. ديت مراجعة سريعة، قلنا تاني الانسولين بيأثر على البروتين كربوهيدرات
اقول لك كربوهيدرات تاني، انا بعمل مرة سريعة. الكربوهيدرات الجلوكونوجينز هتزيد، جلايكوجينز هتزيد، ديكريز جلوكوز ابتيك، هيكون نتيجة الهايبر جلاسيميا والبوليفاجيا. بعد كده الهايبر جلاسيميا هتأدي إلى إيه؟ الهايبر جلاسيميا هتأدي إلى جلايكوزوريا، جلوكوز ينزل في اليورين، والبوليديبسيا الواحد يشرب كتير، وبوليوريا الواحد يبول. بعد كده بالنسبة للبروتينز، البروتينز كريز البروتين، تشو بروتين يتكسر كتير، يحصل ماسل ويستنج، انفكشن اند انتكريز انتي بوديز، بو هيلينج اوف وونز، فوسفيت هيطلع هاي. الليبز والمينرال هيحصل فيهم ايه؟ البوتاسيوم، البوتاسيوم بقول هيزيد في البلاد نتيجة نقص الانسولين ونقص الابتيك. بعد كده الليبز هيحصل انكريز لايبوليسز، loss of weight and the hyperlipidemia، وهيحصل increase oxidation style QA، الكيتوبوليز تطلع كتير، ketogenesis and ketosis ممكن تؤدي إلى كوما، and acidosis برضه تؤدي إلى hyperkalemia. مرة تانية بقول hyperkalemia في diabetes ليه؟ عشان نقص الأبتيك وعشان طيب إيه sign and symptom of diabetes mellitus؟ حاجات كتير قوي. ممكن مريض السكر ده عادة يقعد سنوات، سنة اتنين تلاتة خمسة ما يحسش بالأعراض، وفجأة يحس بالأعراض. مش معنى إن الأعراض بتاعت إن أنا حسيت بأعراض السكر إن السكر جالي النهاردة، ممكن يكون عندي بقالي سنتين تلاتة أربعة خمسة بس ما وصلش نقص الأنسولين إن هو يبان عليه أعراض. إنما الأعراض عادة اللي بتحصل يا إما تكون على الآي زي الريتينوباثي، يا إما على الكدني حاجة اسمها نيفروباثي وبوليوريا وجلايكوزوريا، يا اما سنترال على البرين اللي هي بوليديبسيا الواحد ياكل ويشرب كتير، او سيستماتيك لوس اوف ويت. بس كده؟ لا طبعا في حاجات كتيره، بس بقول دي الساين سيمبتومز الاساسيه. عشان كده بنقول لما حد يجي لك ممكن يكون ما فيش اعراض خالص، ممكن يقول لك انا بعطش كتير بوليديبسيا وبشرب كتير، بخش حمام كتير بوليوريا، بوليفاجيا باكل كتير، وحصل لي loss of weight وحصل نقص في وزن. في حاجات تانية؟ في حاجات تانية ممكن muscle wasting، frequent infection، poor healing of wounds. دي الأساسية. وقلنا الأعراض الأساسية دي احنا طلعناها من الرسمة اللي هي بتاعت biochemical disturbances of diabetes mellitus. كده احنا عرفنا الدايبيتس، قلنا نقص الانسولين، عرفنا التايبس بتاعته، قلنا تايب 1 وتايب 2 والفرق بينهم، ان تايب 1 مفيش انسولين خالص، ابسوليوت ديفيشنسي اوف انسولين، تايب 2 ريليتيف ديفيشنسي اوف انسولين. قلنا ايه هي البايوكيميكال ديستربنسز اوف انسولين. طيب اشخص الدايبيتس ازاي؟ واحد جالي بيقول لي انا يا دكتور عندي سكر وانا ما عنديش سكر، اشخصه ازاي؟ والله التشخيص هو حاجه من الاثنين. احنا قلنا تشخيص الدايبيتس فيه حاجات كتير قوي قصادي، قلنا فيه هايبر جلايسيميا، جلوكوز في الدم زياده، هايبر فوسفاتيميا. يعني احنا قلنا التشخيص اللي احنا الحاجات اللي احنا قلناها هايبر جلايسيميا دي واحده، هايبر فوسفاتيميا دي الثانيه، جلايكوزوريا جلوكوز في اليورين دي الثالثه، قلنا الهايبر كاليميا دي الرابعه، قلنا هايبرلايبيديميا دي خمسة. إنما يتبقى إن الحاجات دي كلها ممكن تحصل مع أمراض كتيرة فيما عدا حاجة واحدة بس. إيه هي الحاجة ده؟ هي الهايبرجلايسيميا. هايبرجلايسيميا يبقى إذا وجود الجلوكوز عالي في الدم هو ده اللي بيشخص لي الدايبيتس. حاجات تانية ممكن أعملها؟ ممكن أعملها بس مش عشان التشخيص. إنما ولا حتى خلي بالكم التاني، وجود الجلوكوز في اليورين ليه اسباب كتيره مش لازم تكون دايابيتس. انما الحاجه الوحيده اللي هي تشخص دايابيتس وجود زياده في الجلوكوز في اليورين. عشان كده بنقول صحيح انا بكشف في حاجات كتيره بيزيد في الدم وكل حاجه، بس الحاجه الاساسيه اللي انا بشخص بيها الدايابيتس مينيتس او بعمل لها فول اب هي الهايبر جلايسيميا. طيب الدايجنوز دايابيتس مينيتس طبعا يعني ممكن يكون نتيجة شخص عنده سيمتومز
او ما ادريش سن، يعني ايه شخص عنده سن؟ يعني واحد جاي لي بيقول لي انا بعطش كتير، بخش حمام كتير، باكل كتير، بخس، ده سمت. او واحد بيقول لي انا ما عنديش حاجه، بس انا قلقان ان ابويا عنده دايابيتس او امي عندها دايابيتس، عندي فاميلي هيستوري للدايابيتس. يبقى ده ليه تشخيص وده ده تشخيص. لو ما فيش، لو في سيمتومز خلاص هعمل حاجتين، يا رب نفتكرهم، هعمل حاجتين. نمرة واحد، أقيس الفاستنج بلاد جلوكوز، أقيس الفاستنج بلاد جلوكوز، أقيس الفاستنج بلاد جلوكوز. دي نمرة واحد، فاستنج أهو بعلم عليها أهو، فاستنج بلازما جلوكوز، وأقيس الـ 2 hours بلازما جلوكوز، أقيس الـ 2 hours بلازما جلوكوز. يبقى إذا لما أشخص دايابيتس لواحد عنده، واحد جاي يقول لي عنده سكر ولا لأ، أقول له تعالى لي الصبح صايم وهقيس لك البلاد جلوكوز وهقول لك أنت عندك سكر ولا لأ. يعني إيه صايم يا دكتور؟ يعني 8 12 ساعة ما تاكلش، تعالى قبل الفطار اشرب مية بس. أو ياكل وبعد الأكل بساعتين ياخد بلازما جلوكوز. طيب لو انا عايز واحد ما عندوش سمس بقى بيقول لي انا عندي تاريخ مرضي وابويا وامي مش عارف ايه، اعمل له حاجه اسمها اورال جلوكوز تولرانس تيست، اورال جلوكوز تولرانس تيست. يبقى لو عنده اعراض اعمل له فاستنج و2 اورز افتر مي، اللي ما عندوش اعراض اعمل له اورال جلوكوز تولرانس تيست. طيب واحد خلاص شخص هو دايابيتس وبقى مريض دايابيتس، قال لي بقى انا عايز اجي لك عشان اعمل اظبط نفسي واعمل متابعه معاك في معملك، اعمل ايه؟ اقول له تعالى نمره واحد هنقيس الفاستنج وبلازما جلوكوز ده ريجولار بيز، كل يوم، كل اسبوع، كل وهكذا. دي نمره واحد. هقيس الجلوكوز في اليورين كل يوم، هقيس، هعمل حاجه اسمها جلايكيتد بروتينز. الجلايكيتد بروتينز دي يا اما حاجه اسمها جلايكيتد هيموجلوبين يا اما فركتوزامين، او اعمل حاجه اسمها مايكرو البومنوريا، وكل الحاجات دي هنتكلم عليها. يبقى اذا فيما عدا التشخيص بالفاست والبوست جراندل او 2 اورز، يبقى الحاجات اللي انا بعلم عليها اللي هي تحت فولو اب، اللي هي جلوكوز ان يورين، جلايكيتد بروتينز، جلايكيتد هيموجلوبين وفركتوزامين اند مايكرو البومنوريا، دي فوق فولو اب. يبقى الخريطه اللي قصادي دي في حاجات للتشخيص وحاجات للمتابعه. للتشخيص لو واحد عنده سيمبتومز اعمل له عينه صايم فاستنج وعينه بعد اكل بساعتين 2 اورز. لو ما عندوش سيمبتومز اعمل له حاجه اسمها منحنى السكر اورال جلوكوز تولرانس تيست، هنتكلم عن الحاجات دي دلوقتي. طيب شخصته خلاص، عايز اعمل متابعه، اعمل متابعه في اليورين واعمل متابعه جلايكيتد بروتينز اللي هم نوعين، جلايكيتد هيموجلوبين وفركتوزامين او مايكرو البومولوجي. طيب الفاستنج بلازما جلوكوز بالمناسبه اقول تعالى عشان اشوف لك، لو لقيته في حدود الطبيعي اللي هي 65 ل 110 ميلي جرام للدي سي لتر، هقول انت طبيعي وما فيش حاجه وروح وايه ما تقلقش. يبقى النورمال بلاد جلوكوز او بلازما جلوكوز 65 110. طيب اللي مش طبيعي لما يكون فوق ال 126 مللي جرام بالدي سي لتر، مور ذان 126، يبقى ده دايابيتس. طب امال ما بين ال 110 اند 126 اللي هي 110 126 ده بنسميه هاي ريسك امبيرد جلوكوز يوتيلايزيشن، امبيرد عنده امبيرمنت ضعف او اعاقه في الجلوكوز يوتيلايزيشن، يبقى ده مرحلة الخطر. يبقى تاني لو واحد جاي لي فاستنج ولازم اعملها له مرتين، تو اوكيجنز، مرتين، لو طلع في المرتين ان الفاستنج 65 ل 110 65 110 مللي جرام بالديسيليتر، ده طبيعي. لو طلع مور ذان 126 يبقى ده دايابيتيك مرتين. لو طلع بقى ما بين 110 اند 126 مللي جرام بالديسيليتر، يبقى ده هاي ريسك او بنسميها امبيرد جلوكوز. طيب ده فاستنج، امال ال 2 اورز ايه؟ ال 2 اورز يا اما الطبيعي 65 الى 140 مللي جرام، ده نورمال بلاد جلوكوز. يعني لو عملت له بعد، يعني ايه ال 2 اورز؟
يعني يجي خلاص اخدت له عينه الصايم واقول له كل اكله طبيعيه، ومن بدايه الاكل ما يقعدش ياكل ساعتين، ياكل في ربع ساعه وربع ساعه وجبه طبيعيه، مش ياكل بسكوته، وجبه طبيعيه، ياكل وجبه طبيعيه من بدايه الاكل احسبها له، وبالظبط ساعتين من بدايه الاكل اخد منه عينه الدم، يبقى دي بسميها بوست براند يعني ما بعد الاكل او 2 hours after meal. يبقى لو طلع عندي 65 up to 140 يبقى ده هو بلاد جلوكوز. لو طلع اكتر من 200 ميلي جرام بير دي سي لتر يبقى ده دايابيتيك. طيب المرحله بقى الوسطيه 140 to 200 ميلي جرام بير دي سي لتر يبقى ده امبيرد بلاد جلوكوز. يبقى مره ثانيه يبقى التشخيص تاني بشخص بفاستنج او 2 اورز، لو فاستنج اكتر من 126 ميلي جرام بير دي سي لتر، لو 2 اورز اكتر من 200 more than 200 ميلي جرام. هنا الجدول ده بيبين لي ان النورمال فاستنج 65 to 110، الامبيرد جلوكوز 110 126، الدايابيتس ميليتس مور ذان 126. يبقى ما تفلسفش بقى، واحد جاي لي بيقول لي انا عندي مريض سكر ولا لا، اقول له ما اعرفش، ما مش هخص بقى بتشرب بتعطش مش عارف، روح المعمل واعمل لي صايم وبعد الاكل بساعتين وهات لي النتيجه، لو لقيت الصايم فوق ال 126 مللي جرام بدي سي لتر يبقى انت دايابيتك. لو لقيت الفاطر فوق ال 200 مللي جرام بير دي سي لتر يبقى انت دايابيتيك. ودي اللي قصادنا الحاجات اللي هي بعد الاكل بساعتين، دي اللي بنسميها الفاطر، 200 فوق ال 200 يبقى ده. طيب البيشن بقى لو هو ما عندوش اعراض هعمل ايه؟ هعمل منحنى سكر. منحنى السكر ده اسمه اورال جلوكوز تولرانس تيست، او جي جي تي، اورال جلوكوز تولرانس تيست. يبقى ده ما بعملوش روتين، مش اي واحد يجي لي يقول لي انا مريض سكر ولا لا، اقول له روح اعمل منحنى سكر. بعمل منحنى سكر في حالات معينه، لو انا شاكك بس ما فيش اعراض، او المريض نفسه شاكك وما عندوش. الاورال جلوكوز تولرانس تيست ده بعمله ازاي؟ بقول للمريض يجي لي الصبح صايم، باخد منه عينه صايم وباخد منه عينه شوين كمان، وبعدين بعد كده بعد ساعه باخد منه عينة، بعد ساعتين باخد منه عينة تانية. والله في بعض الأحوال زي البريجننت فيميلز ممكن أعمل حاجة اسمها اكستندد جلوكوز تولرانس تيست، ودي باخدها على 3 ساعات وبشوف والله الصايم كان البلاد جلوكوز قد إيه. لو هو بقى باللي أنا حافظه بقى إن هو أقل من 110، لو بعد ساعة في حدود ال 120 من 120 ل 150، بعد ساعتين من 65 ل 140 يبقى ده طبيعي. يبقى ده اللي هو الحاجة التانية. لو الرسمة اللي هي فوق دي اللي هي اللي أنا ماشي عليها دي بالقلم دهيت، الرسمة دهيت اللي فوق النقطة دهيت، لو دهيت هنلاقي إن الصايم فوق ال 130 أو قرب ال 170، هنلاقي ال 2 أور ال 1 أور أقرب من 250 ومش راضي الكيرف ينزل، يبقى ده دايابيتك. ده نورمال بلاد جلوكوز ليفل، كل الفيجرز ماشيه مع الصايم قال من 110، بعد ساعه ما وصلش 150، بعد ساعتين نزل تاني الى القرب ال 100، يبقى ده طبعا دايابيتك. ليه دايابيتك؟ لان انا لو شفت الصايم 170 طلع فوق كل الفيجرز بعد كده، وكل يعني انا ماشي اهو، لو انا شفت هنا الحته دي بعد ساعه هلاقيها هنا اهو، دي بعد ساعه اهي هلاقيها فوق ال 200، بعد ساعتين هنا اهو، يعني ساعتين اهي هلاقي ان هي حوالي 270 او 260. يبقى اذا ده دايابيتك. يبقى ده رينال جلايكوزوريا. يعني ايه رينال جلايكوزوريا؟ يعني ده كيرب طبيعي
بس الجلوكوز ابتدى يظهر في اليورين بعد ساعة من الأكل وبعد ساعتين من الأكل. الله، هو الجلوكوز في اليورين ده يقول لي ده دايابيتك؟ لا، ليس له علاقة. قلنا تاني وبقول تالت ورابع وعاشر إن اللي بيشخص هو البلاد جلوكوز أو بلازما جلوكوز. طب جلوكوز في اليورين، الجلوكوز في اليورين لما بعمل الكيرف والاقي ان في جلوكوز في اليورين، كيرف طبيعي وجلوكوز في اليورين، يبقى ده عنده حاجه اسمها رينال جلايكوزوريا، اللي هي حاجه غير طبيعيه في الكدني بتخلي السكر ينزل. انما الشخص ده دايبيتك؟ لا مش دايبيتك، لا مش دايبيتك، يبقى ده حاجه اسمها رينال جلايكوزوريا نورمال كيرف بس في جلوكوز في ال. طيب ده هايبو جلايسيميا، بلاقي تقريبا كل الفيجرز اقل من او فوق حوالين 50، ما خملش 45 50 وهكذا، يبقى كل ده اقل من، كل ده ماشي اقل من المية، ده بسميه هايبو جلايسيميا طيب ده يبقى الجلوكوز سنسيتس. يبقى اذا انا تاني عشان قبل ما ننقل لحاجه تانيه، بقول تاني اشخص ازاي واحد عنده سيمتومز وواحد ما عندوش سيمتومز. واحد عنده سيمتومز حاجتين، فاستنج و 2 اورز. فاستنج اكتر من 126 مللي جرام بر ديسي لتر، 2 اورز اكتر من 200 مللي جرام بر ديسي لتر. لو هو ما عندوش سيمتومز وعايز اتاكد، اعمل له منحنى السكر اور جلوكوز توليرانس تيست. طيب هنيجي هنا، هل في انفستيجيشن ثانيه؟ الانفستيجيشن الثانيه دي بنقول للفولو اب، للمتابعه. بشوف نمره واحد الجلوكوز في اليورين، بشوف حاجه اسمها جلايكيتد هيموجلوبين، بشوف حاجه اسمها جلايكيتد البومين، وحاجه اسمها مايكرو البومين. تعمل ازاي؟ الجلوكوز في اليورين او اللي بنسميها جلايكو زوريا، جلايكو زوريا ده جلوكوز في اليورين، جلايكو زوريا، واحيانا بنسميها جلوكو زوريا. الجلوكوز ابيكس ان يورين اف بلاد جلوكوز ليفل اكسيد رينال ثريشولد، اللي هو المتوسط بتاعه 180 مللي جرام بير ديسيليتر. يبقى تاني الجلوكوز انيون بيظهر امتى؟ لما يوصل الجلوكوز في الدم اكتر من 180 مللي جرام. جلوكوز از نوت يوز فور دايجنوزيس بات فور فولو اب. يعني ايه؟ يعني انا عملت لواحد كيرف والكيرف ده طبيعي وما ظهرش جلوكوز في اليوم، خلاص يبقى اذا البلاد الجلوكوز ما ظهرش في اليوم والكيرف طبيعي. عملت لواحد تاني الجلوكوز ده جاله سكر، جلوكوز عالي في الدم وابتدى يظهر الجلوكوز في اليوم، يبقى اذا الشخص ده اللي هو كان لما كان طبيعي والجلوكوز ما ظهرش في اليوم ولما زاد البلاد جلوكوز ظهر في اليوم، يبقى الجلوكوز ده مرتبط بالعلو او انخفاض الجلوكوز في الدم. يبقى بالتالي انا ممكن اعمل فولو اب. يعني ايه فولو اب؟ يعني اقول للشخص ده شوف الجلوكوز في اليوم بيشغيل، لو لقيت جلوكوز يبقى انت سكرك في الدم عالي، بس ما تاني ما بشخص بيه، انما لابد ان انا الاول اعرف هذا الشخص لما الجلوكوز عنده في الدم بيبقى واطي ما بيظهرش الجلوكوز في اليوم، لما بيزيد الجلوكوز في الدم عن 180 بيظهر في اليوم. خلاص يبقى الشخص ده اقول له بكلم البيشن بقول له تابع في البيت، لو الجلوكوز ظهر ليك انت في البول يبقى الجلوكوز عدى عندك في الدم ال 180. عشان كده بنقول ايه؟ متابعه للفولو اب للدياجنوز. طيب الجلايكيتد بروتينز، ايه هي الجلايكيتد بروتينز؟ هو بروتين شابك فيها جلوكوز، بروتين شابك فيها جلوكوز ده اسمه جلايكيتد بروتين. نوعين، نوع يبقى الجلايكيتد بروتين عباره عن بروتين زائد شابك فيه نون انزيماتيك الجلوكوز، عشان كده بسميها جلايكيتد بروتين. عندي نوعين من الجلايكيتد بروتين، اللي هو حاجه اسمها جلايكيتد هيموجلوبين وجلايكيتد البوم. جلايكيتد هيموجلوبين وجلايكيتد الجلايكيتد هيموجلوبين ببساطه شديده جدا عشان نفهمها مع بعض، ان الار بي سيز اللي قصادنا دهيت، الار بي سيز دهيت عمرها 120 يوم. من اول يوم تطلع فيه تبتدي يتلزق فيها جلوكوز نون انزيماتيك، يبقى اول يوم يتلزق فيها شويه، ثاني يوم يتلزق فيها شويه، ثالث يوم لحد ما بوصل لليوم ال 120. طيب
نسبة الجلوكوز اللي بتلزق مع الار بي سيز تتناسب مع نسبة علو او الليفل او الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز في الدم. يعني كل ما يزيد الجلوكوز في الدم كل ما بيلزق في الار بي سيز جلوكوز اكتر. يعني شايفين دي الرسمة اللي فوق والرسمة اللي تحت، الرسمة اللي فوق بتاع شخص طبيعي، الرسمة اللي تحت بتاعت واحد دايبيتك. واحد دايبيتك يعني الجلوكوز عنده عالي في الدم، يبقى هيلزق في الار بي سيز كمية. يبقى انا بعد ال 120 للشخص الطبيعي هيبقى في كمية ممكن تبقى مضاعفة ضعفين او ثلاثة للشخص الغير طبيعي او اللي هو الدايبيتك. يبقى نسبة الجلوكوز اللي بتلزق في الار بي سيز اللي انا بسميها جلايكيتد هيموجلوبين دي بتتناسب تناسب طردي مع الكمية اللي موجودة على مدار قد ايه؟ على مدار عمر الار بي سيز. عمر الار بي سيز قد ايه؟ 120 يوم. يعني ايه 120 يوم؟ يعني 4 اشهر. بس هل الار بي سيز كلها بتطلع في نفس اليوم وبتنتهي في نفس اليوم؟ لا، ده متوسط اعمارهم كلهم شهرين، متوسط اعمارهم كلهم شهرين. يبقى انا لو قست الجلايكيتد هيموجلوبين ده هو قد ايه واشوف نسبته طبيعيه ولا لا، كاني بشوف نسبه الجلوكوز على متوسط نسبه الجلوكوز على مدى الشهرين اللي فاتوا. الله، انت بتقول 4 اشهر؟ لا، بقول 4 اشهر لو كل الار بي سيز بتطلع في نفس اليوم ويحصل لها ديستراكشن في نفس اليوم، انما متوسط اعمار الار بي سيز شهرين. يبقى اذا لو شفت الجلايكيتد هيموجلوبين عالي ولا طبيعي ولا مرتفع، يبقى ده بيديني دلاله على الجلوكوز اللي كان موجود على مدى الشهرين اللي فاتوا. يبقى ده اللي هو جلايكيتد هيموجلوبين اللي انا بقول بيساعدني انا كطبيب للتشخيص على كنترول المريض. المريض ده هو هل هو عامل كنترول مش النهارده بقى ولا امبارح، لا، على مدى الشهرين اللي فاتوا هل كنترول ولا لا، يبقى اشوف نسبه الهيموجلوبين. لو هي طبيعيه، هي الطبيعي بتاعها بيبقى 5% من الهيموجلوبين او 6% بيبقى طبيعي ويبقى جلايكيتد هيموجلوبين. لو طلعت بقى 7 8 9 10 12 يبقى ده ابنورمال جلايكيتد هيموجلوبين. وبالتالي حتى المرضى بيسموه الهيموجلوبين السكري، الهيموجلوبين السكري. يقول لك الدكتور هو ايه احسن يا دكتور، الهيموجلوبين السكري ولا البلازما جلوكوز؟ ده ليه حاجه وده ليه حاجه. ده ليه حاجه تشخيصيه ومتابعه اللي هو فاستنج وبوست بجد، انما ده بيبين لي الكنترول بتاع المريض على الشهرين اللي فاتوا. طيب يبقى اذا importance of the test. This test is used as index of diabetic control over the متوسط عمر ال RBCs شهرين. بنقول شهرين لثلاثة 2 to 3 months. بس هو actually متوسط اعمار شهرين. ده الجلايكيتد هيموجلوبين. يبقى لما تقول لما يجي لك مريض يقول لك انا عايز اعرف ان انا عندي سكر ولا لا اعمل جلايكيتد هيموجلوبين، قول له لا. عايز تعرف عندك سكر ولا لا روح اعمل فاستنج وبص بجد. طيب واحد مريض سكر بقى يقول لك انا عايز اعرف ان انا كويس ولا لا وماشي صح ولا لا على الدواء والدواء مؤثر ولا لا، قول له لا اعمل لي جلايكيتد هيموجلوبين. الجلايكيتد هيموجلوبين لو طلع 5% 6% اه انت 100%. لو طلع بقى 10% 12% او زياده يعني يبقى uncontrolled diabetes mellitus. طيب في حاجه ثانيه اسمها جلايكيتد البومين. احنا قلنا متوسط عمر الار بي سيز شهرين. طيب في البلاد البومين بس متوسط عمره هو عمره كله 21 يوم، يبقى متوسط عمره 14 يوم. الجلايكيتد البومين ده هو البومين برضه موجود في البلاد ممكن يلزق فيه الجلوكوز نون انزيماتيكلي ونسميه جلايكيتد البومين، او تجاوزا كده بنسميه فروكتوز امين، فروكتوز امين. ومحدش سألني دلوقتي يعني ايه فوكتوزامين، يبقى جلايكيتد البومين هو الفوكتوزامين. ده بيبين قد ايه، ده متوسطه قلنا 3 اسابيع ومتوسط العمر بتاعه اسبوعي اسبوعي. طيب يبقى انا لو شفت جلايكيتد البومين هيديني دلاله على الكنترول بتاع الدبيس على مدى شهرين ولا على مدى اسبوعين؟ لا، على مدى اسبوعين. طب ده ليه فايده؟ طب والتاني احسن؟ لا، انا ممكن استعمله في الحاجات اللي هي ادي الالبومين بيلزق فيه عمره كله 21 يوم متوسط 14 يوم، بيلزق فيه الجلوكوز نون انزيماتيكلي. لو هي حد دايابيتك برضه نفس الفكره اللي انا قلتها قبل كده، بيلزق فيه الجلوكوز نون انزيماتيكلي. طيب استفيد منه ايه؟ استفيد منه الست الحامل، الحامل كل حملها 9 اشهر. والحمل بتاعها لو هي دايابيتك وعايزه اشوف هي متلخبطه ولا مش متلخبطه، مش هستنى شهرين ثلاثه اقول
والله شريط، لان انا عايز اشوف كل اسبوع ولا كل اسبوعين ايه اخبار السكر بتاعها وتمام. يبقى اشوف حاجه سريعه تديني دلاله على الاسبوعين اللي فاتوا، يبقى احسن الحمل الفركتوزامين او جلايكيت المون عن ان انا اعمل الجلايكيتد هيموجلوبين. يبقى انا عندي جلايكيت المون ده بيديني دلاله على الاسبوعين اللي فاتوا، وده احسن بالنسبه للحمل من الجلايكيتد هيموجلوبين. يبقى الimportance of the test بتاع glycated albumin. This test used as index of diabetes control over 2 weeks. This test is used as index of diabetic control in pregnancy. قلنا تاني، أنا في pregnancy عايز أشوف بسرعة وأعمل تشيك كل فترة قصيرة. آخر حاجة الميكروألبومينوريا. الميكروألبومينوريا عبارة عن إيه؟ إحنا طبيعي اليورين، لو إحنا شفنا اليورين بتاع أي واحد طبيعي هنلاقيه بينزل في اللتر اللي هي من 20 الى 30 مللي جرام بير دي سي لتر. ده الطبيعي. لو نزل من 300 ل 200 ده غير طبيعي، بس مش هيظهر الا بطرق تشخيصيه سوفيستيكيتد. يعني ايه سوفيستيكيتد؟ يعني بطريقه معينه. لو زود عن 200 او 300 مللي جرام بير دي سي لتر يبقى دي اسمها بروتونوريا. يبقى انا عندي ثلاث حاجات: طبيعي 200 ل 30 مللي جرام بير دي سي لتر بير لتر، ده بينزل من 30 ل 200، دي كميه قليله قوي اسمها مايكرو البومنوريا وما بتظهرش بطرق طبيعيه. فوق ال 200 دي اسمها البومنوريا. طيب يا ترى انا هستنى لما البروتين ينزل بقى كتير ويبقى البومنوريا ولا بروتونوريا؟ لا، ليه؟ لأن البروتونوريا دي البروتين وجوده في اليورين ده دلالة على إن في رينال أفكشن، وممكن يحصل لي حاجة في الطبيب اسمها دايابيتك نفروباثي، دايابيتك نفروباثي. فعشان أبتدي العلاج بدري يبقى أشوف الكيدني دي بتنزل بروتين ولا لأ بدري بدري، اللي هي المايكرو ألبومنوريا. يبقى أعمل تيست لليورين بالمايكرو ألبومنوريا أشوف هل هو في المرحله بتاعت 30 تو 200 مللي جرام دي سي لتر. لو هو فيه يبقى ده مايكربنوري، يبقى ابتدي اشوف الكدني فيها ايه وعليك. يبقى ده بيدل على ايه؟ early affection of the kidney، early affection of the kidney. طبعا الالبومنوري نفسها دي خطيره جدا. ليه خطيره جدا؟ لان انا يبقى معنى كده ان في كميه اكتر من 300 مللي جرام دي وفي كدني افكشن. كده احنا شخصنا الدايابيتس. تاني قلنا تشخيص الدايابيتس حاجتين، يبقى يا اما واحد عنده سيمبتومز يبقى فاستنج و 2 اورز، واحد ما عندوش سيمبتومز جلوكوز تولرانس كيرف منحنى السكر، واحد الفولو اب بعمل جلوكوز في اليورين، بعمل جلايكيتد هيموجلوبين، بعمل جلايكيتد البومين، بعد كده بعمل المايكروبنوريا. والمايكروبنوريا ديت للكومبليكيشنز. يعني ايه كومبليكيشن؟ تشخيص كومبليكيشن، تشخيص الكيدني افكشن. طيب نقطة تانية اللي هي كوما ان دايابيتس ميليتس. ايه كوما ان دايابيتس ميليتس؟ ايه انواع كوما؟ قبل كده يا اما كيتوتيك كوما نتيجة زيادة كيتون بوديز والميتابوليك اسيدوزيس، يا كيتوتيك دي نسميها كيتوتيك كوما، يا اما هايبر جلايسيميك هايبر سمولر نون كيتوتيك كوما، دي نتيجة نتيجة الهايبر سمولاريتي، او احيانا اللاكتيك اسيد نتيجه يحصل لاكتيك اسيد برودكشن كتير، وبالتالي يحصل حاجه اسمها لاكتيك اسيدوزس. لاكتيك اسيد، لاكتيك اسيدوزس دي بتحصل للناس اللي هم بياخدوا دواء للسكر اسمه فينفورمين. فينفورمين ده بيعمل جلايكوليسيس كتير وبالتالي ممكن يطلع لاكتيك اسيد. يبقى دي انواع، بس اهم نوعين هم نمره واحد واثنين: كيتوتيك كوما وهايبر جلايسيميك هايبر اوزمولا. التايبس اوف الامراض اللي فيها كلمه دايابيتس، اول حاجه دايابيتس ميليتس دي خلاص خلصناها. ثاني حاجه دايابيتس انسيبيدس، وده ملوش علاقه بالدايابيتس ميليتس، ده نتيجه نقص هرمون اسمه انتي دايوريتيك هرمون بيطلع من البوستيرو بتويتر. دايابيتس انسيبيدس ده بيطلع من البوستيرو بتويتر. في حاجه اسمها دايابيتس انيسنس اللي هي نتيجه عيب في الكدني، بينزل
بيحصل ان الكدني بتفوت الجلوكوز بس مفيش بقى جلوكوز طبيعي، يبقى ده هو بيسموه انسنس يعني بريء، كلمة انسنس يعني بريء، انسنس يعني بريء، يبقى دايبيتس انسنس يعني اللي هي او رينا دايبيتس نتيجة يعني بريء، يعني هو مش دايبيتك، يبقى مفيش دايبيتس، هو البرونز دايبيتس. دايبيتس نتكلم عليها، برونز دايبيتس ديت ده نوع من انواع الدايبيتس، ده نتيجه اكسسيف ابزوربشن اوف ايرون، والايرون بيبقى بريسبتيتد في السكن، يعمل يغير لون الجلد ويعمل له يديله برونز ديسكولوريشن، او البنكرياس يبقى كوزنج دايبيتس ميليتس، او الليفر كوزنج هيباتيك سيروز. يبقى البرونز دايبيتس ده في دايبيتس نتيجه تعريف الايرون، excessive absorption of iron and depletion في يترسب في السكن يعمل برونز discoloration، في البنكرياس يعمل diabetes، في الليفر يعمل يعني ايه جلايكوزوريا؟ يعني وجود presence of glucose in urine in amount detected or detectable by ordinary. اهم كوز من الجلايكوزوريا اللي هو diabetes mellitus. انما بقول تاني، لو جبنا 100 واحد عندهم جلوكوز في اليوم، هلاقي ان معظمهم عندهم دايبيتس، انما بعضهم بقى اللي هي الاسباب التانية اللي هي زيادة دايبيتوجينيك هرمونز زي الهرمونز اللي بترفع البلاد جلوكوز، او دايبيتس انسنس اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية اللي هي نتيجة عيب في الرينال تيبيول، او 20% من البريجننت فيميلز بينزلوا جلوكوز في اليوم وعندهم بلاد جلوكوز طبيعي، بنسميها بريجننت او بريجننسي جلايكوزوريا. يبقى تاني causes of وجود الجلوكوز في اليورين types of جلايكوزوريا، اهمهم دايبيتس، انما في انواع تانية زيادة دايبيتس جينيك هرمونز، دايبيتس انسنس اند بريجننسي دايبيتس. عليها اشوف اعرف الجلوكوز في اليورين ازاي، يا اما بشرايط فيها جلوكوز اوكسيديز، جلوكوز اوكسيديز ميثود، يا اما بمحاليل نون سبيسيفيك اسمها بينيديكت تيست، وده تقريبا ما حدش بيستعملها، او في حاجه زمان قوي كانوا بيعملوا حاجه اسمها اوزازون، وبرضه او فيرمنتيشن تيست، ودي حد ما بيستعملها. يعني طبيعي ان احنا نعرف في جلوكوز في اليوم ولا لا، بشريط في جلوكوز اوكسيديز على طول يديني في ثواني يغير اللون لو في جلوكوز. في سوليوشن اسمه بينيديكت، وفي زمان قوي حاجه اسمها اوزازون تيست او فيرمنتيشن تيست. الكومبليكيشن اوف دايبيتس انا مش هتكلم عليها، انما الكومبليكيشن دايبيتس يطول كل اعضاء الجسم من اول العين ريتانوباثي اند بلايندنس، ممكن يؤدي الى العمى، ممكن يؤدي الى القلب هارت اتاك، الاعصاب خصوصا الاعصاب الطرفيه بريفرال نيورايتس، البرين اللي هو سيريبرو فاسكولار ديزيزز، الكدني دامج اند نيفروباثي، وممكن يؤدي الى حاجه اسمها دايابيتيك فوت، وده موضوع جامد قوي نبقى نتكلم عليه. يبقى الكوميونيكيشن ما بيسيبش حاجه جوه الجسم الا ما بيصاب، العين، القلب، الاعصاب، البرين، الكدني، اند حاجه اسمها دايابيتيك فود. اشكركم واتمنى ان انا اكون وصلت لكم الجزء ده من المحاضره. شكرا جزيلا.